خمسة أمامية، السلام بشكل ممتاز، هنا المرور، هنا العرضية، وفي المرمى، في المرمى، الهدف الثاني يأتي للفريق الباريسي. بكثرة الهجمات الفريق الباريسي يدون الهدف الثاني عن طريق اللاعب جيرمي مينيه، يدون الهدف الثاني، والأخطاء تعيد أيضا الأخطاء تعيد في تسجيل الأهداف. شوف استلامه كان بشكل ممتاز، الرجل مستلمها وهو جاري، هو جاري مستلمها بالكرة الماضية والكرة العرضية، وغلطة الشاطر بأل يا أندريه رودريغيز، رغم أن ليس لديه ما يخسره، بل يعني يزيد من الأسى الذي يقع على هذا الفريق.